أولا نبارك لكم تجديد الثقة في التعديل الحكومي الحالي، وأقول التعديل الحكومي بناء على الفصل 47 من الدستور. طبعا لنا الثقة الكاملة في هذه الحكومة في أن تلتزم بما وعدت به، هذا بدون شك، لا انخفاضا ولا ارتفاعا. وطبعا هناك تأمين على المخاطر الذي هو مهم جدا كي لا ترتفع الأسعار في السوق الاستهلاكية أكثر من من مما هو متحمل. نحيي الحكومة على جديتها أولا، لأن هذا موضوع في الحقيقة كانت الحكومات المتعاقبة تخشى من الاقتراب منه، لأنه إما تخشى الانتخابات القادمة، إما تخشى من الغضب الشعبي، إما الاضطرابات الاجتماعية، إما إما إما. فبالتالي نحيي الحكومة الحالية على اتخاذها هذه المبادرة اللي هي مدخل أساسي لإصلاح صندوق المقاصة، وخاصة أن نعلم أن صندوق المقاصة من جهة هو يدعم ليس فقط المحروقات، فأيضا يدعم الدقيق الوطني. وهنا كانت أثيرت إشاعات حول زيادة في ثمن الخبز، السيد رئيس الحكومة وضح الأمر والحكومة تدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. هناك أيضا غاز البوطان، هناك أيضا الزيت في الأقاليم الجنوبية، هناك السكر، فكلها ما هو تدعمها من الحكومة من صندوق المقاصة. نأتي إلى المقايسة. المقايسة هو إجراء كما قلت إجراء ضروري كمدخل لإصلاح نظام المقاصة كنظام شامل. وإحنا الآن في فريق العدالة والتنمية في سابقة إيجابية طبعا راسلنا عن طريق مكتب مجلس النواب المجلس على الحسابات لافتحاص طرق الدعم وطرق تحديد هذا الدعم، هذا لأن البرلمان خصو يكون عارف التفاصيل المالية ديال طرق الدعم المقدمة على مستوى المحروقات، وننتظر إن شاء الله تقرير مجلس على الحسابات في هذا الشأن. لكن حسب علمنا وزارة المالية أيضا قامت بافتحاص سنة 2007 أو 2008 عن طريق المفتشية العامة للمالية هذا الصندوق. نطالب وزارة المالية، نطالب الحكومة بتزويد البرلمان بهذا التقرير. الآن هو تقرير غادي يكون جاهز بالتأكيد لدى وزارة المالية، فدور البرلمان هو الاطلاع على هذه التفاصيل كي نتابع بدقة تصرف الأموال العمومية. فبالتالي بالفعل كما قلتم السيد الوزير، المالية العمومية لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية، لأن في النهاية الشعب هو اللي كياكل الدق. إذا مشينا لا قدر الله في اتجاه ديال اليونان أو اتجاه ديال إسبانيا، راه المواطن البسيط هو اللي غادي يكون في مواجهة الأزمة، وليس ذاك المواطن اللي عنده الكفاية وزيادة. إذا نقصت له 20% من المنضة ديالو أو من التحملات الاجتماعية ما غادي يتأثرش، ولكن المواطن البسيط غادي يكون هو في الواجهة. فبالتالي هذا الإجراء اللي دارته الحكومة هو للحد من هذا التدهور الخطير اللي مشات فيه المالية العمومية منذ 6 أو 7 سنوات، طبعا لاعتبارات دولية واعتبارات وطنية، لاعتبارات موضوعية وذاتية متعددة. فلأن الموارد العادية للدولة لا تتعدى 200 مليار درهم، في حين أن النفقات العادية أي الأساسية 220 أو 230 مليار درهم، لا يمكن أن تتحمل الدولة هذه النفقات. بالتالي نعتبر بأن المقايسة هو مدخل أساسي للإصلاح، لكن مع الإجراءات المواكبة، وأظن بأن الحكومة الحالية هي تتخذ جميع القرارات في الاتجاه. شكرا.